محمد سوداني، ناشط سياسي وحقوقي، 28 سنة. تم سجني على خلفية نشاطي النقابي والسياسي بالأساس، يعني لأنه أنا درست في الجامعة سنة 2006، التحقت مباشرة يعني بالنضال صلب الاتحاد العام لطلبة تونس اللي هي المنظمة الطلابية، خدمة يعني تحركات نقابية في الكلية يعني دامت سنة كاملة، تحركات يعني جامعية بالأساس يعني تخص المطالب الأساسية متاع الطلبة. وطبعا يعني منذ ذلك الوقت يعني أصبحت مسجل خطر لدى النظام البائت. 87 وقع إيقافي في إطار قضية أمن الدولة اللي توقفوا فيها عديد القيادات وقتها، وتحكمت مع أبرز قيادات حركة النهضة حاليا. عندي بلوغ على الفيسبوك من 2007. نخدم جورناليست برينسيبالمون، مي جو سوي اوسي اكتيف دون لا سوسيتي سيفيل. سمعت بالحكايه جيت في اي حاجه. عمري 21 عام. عندي انجينير جيني سيفيل من قصر هلال. مش حاجه ممثل، اما الحاجه اللي تجي قدامي نعملها عندي برشا وقت فارغ. استاذ انجزايه، مسؤول انتخابي في عتيد، اكتيف في جمعيات في قفصه برشا. ولد الجامعه التونسيه الاسمان لويت من 2005. كونترولير سيركيلاسيون ايريان في مطار جربة. سبيك يا ودي طاب. عندي شوية تجارب في الصحافة، نكتب في موقع مراسلون، مش مراسلون بتاع فرانس 24، خدمت شوية زادة مع صحافة حرب والسلام. يعني انتم اللي موجودين اليوم 30، اللي موجودين واللي مازالوا باش ياخذوا، انتم النواة معناها الصلبة بتاع المشروع هذايا، لكن المشروع باش يمتد على مدة عام. هذه الدورة الأولى، وعندنا دورات أخرى باش تتم في كل جهة من الجهات. وكل مجموعة اللي موجودة لنا باش يكونوا موجودين في الجهة نتاعهم. انتم باش تنظموها معناها. تو رفيق من بعد يفسر لكم المشروع بالضبط، لكن انتم باش تكونوا مشرفين على الجهات نتاعكم. هذوما لي دو بلون اللي عليهم الرالونتي. Vous voyez, ben, je fais mon in et mon out, comme d'habitude. بالعكس القلب هذا وينك وهذاك وينك. لا بالعكس احنا اللوجيك نتاعنا، اللوجيك نتاعنا كيفاش معناها هي باش نشوف نحن انا لا باش نشوف ما يجيش مقلوب نحيه من اصلا نحرق الباب. يعني تقريبا كل 4-5 دقائق يدخل شكون معناها يهددني بالاغتصاب واشكال والوان، معناها تقريبا يمكن 12 واحد معناها اللي دخل الغرفة اللي موجود فيها يقص على البحث، يقص على كل شيء، يدخل معناها الهدف نتاعو هو معناها يدخل في حالة نتاع ارتباك نتاع اهتزاز، وبعد معناها يهددني بالاغتصاب يخرج. من بعد فجأة معناها انقلبت معناها الصورة، فجأة دخلت معناها مجموعة من العوائل هزوني بداو معناها يدوروا بيا في ولو فيا معناها في عينات نتاع تعذيب. ثم زوز صفوف نتاع كلاب من اللي جابوها الكلاب هذوما، معناه يحاولوا واحنا متعدين ماشيين للكهرباء يقربوهم كل مره هكا يقربوهم بشويه، وكل الكلاب ينبحوا ويحلوا في فمهم، معناها الحقيقه حاله نتاع رعب. معناها انا وقتاش نخمم نقول كانت سايبه عليا، معناها يكني في فم واحد الحقيقه الكلب هذاك، وكلاب مدربه معناها وظاهره انهم يحبوا يرعبونا قبل ما يهزونا للمنطقه وتبدا مرحله اخرى نتاع تعذيب. جاء كلب الشارع ينبح كالسياده طلقوه، قالها ولدك سب الدوله وعونا سمعوه، قالها ولدك هذا الشيوعي يكفر بالحكموه، ويمداده جت وزارتني في الحبس الغلقوه، قالت لي ولدي قالوا شيوعي وما فهمت اللي عنوه، قالت لي ولدي قالوا كافر وهم ربي عرفوه، قلت لها يزيها وامه ما تعيد القالوه، نكفر بالحاكم وذنابه وقانون الوضعوه،
نكفر بالنهبة والرشوة وبفقر العشقوه، لكن دادا ناي نومن بالشعب القمعوه، لازم يتحرر من قيادة اللي يفيد حطوه، يهدم قصر الظلم العالي فوق رؤوس السكنوه. القانون مهما كان جميل، ان شاء الله الكل باش يصرف عليه، مهما كان جميلا، اهم حاجه هي الناس المعنيه يلزمها تصرف على التطبيق الميداني على الميدان. اما النتيجه اللي وصلتوا لها هي ذكيه. النتيجه مش مكتوبه لهنا، النتيجه اللي وصلتوا لها انتم ذكيه وصحيحه، راهي 100% في القانون. طالما الفصل الثاني قال معرفة حقيقة الانتهاكات حق يكفله القانون لكل مواطنين دون المساس بالمعطيات الشخصية، حق يكفله القانون، أي أنه أصبح مضمون قانونا ومحمي قانونا ويمارس قانونا. لا عندي حق في أني نعرف الحقيقة. يعني احنا فهمتني ما عندناش عامل رانا التشفي ولا باش ننتقم ولا عامل الانتقام ولا واحد، اما هذيا حاجه في داخلي، حاجه ما خرجتش، رد اعتباري انك الراجل اللي يجي فهمتني يتحاسب وبعد نقول له السماح. قلت لك راك تجرح فيا، قلت لك راك تجرح فيا، راني لا تجرحت اليوم. قال لي راك تجرح فيا، راك كان انت جرحك عنده 20 سنه، راني مولير جرحي عنده شهر. عايش خويا، عايش خويا، من فضلك من فضلك، قلت لك اذا كان انت عندك جرحك عنده 20 سنه، نيرو جرحي، نيرو جرحي عنده شهرين، نيرو مولادي اليوم كي اربع صغار ما عندهمش شكون يوكلهم، راك بيكش تحس بيهم. نيرو تعذبت حكومة غير علي، راهو اللي عذبني على علي، مش البوليس اللي عذبني، راهو كي هو ما ساندنيش ويعرفني علينا علي مباشر، انت ما تعرفنيش، راهو هو يعرفني مباشر، واللي قعدت وياه باش نب في طاوله واحده في عهد بن علي في ميثاق 18 اكتوبر، كي هو ما يقفليش لي انا شكون باش يخاف؟ شنو نطلب امريكي تجي تقف لي انا باش ما تعذبش؟ عيبه عيبه ما تكونش فيه. راني انا ضلوعي، راني انا ضلوعي اليوم مكسرين ما نجمش نخدم على ولادي، راني انا مصاريني مفروضها لبرا، راني انا ما نجمش نسوق كرهبه من هنا من هنا نسوق بالحيط هذا. تحس بي انت؟ أنا حسيت بيك أنا. أنا دفعت عليك في سن الجمر اللي أنت ما تعرفوش. وما ينجموش يقولوهولك. عايش خويا بدنا ندور استفزازات. راهو العباد يعلم بها ربي. شكون أنت معناها يا سيدي هو موجوع على علينا عريض وحقه باش يتوجع، لكن أنت حقك باش تقبل وتقول راك راهو صحيح راهو فما تقصير اليوم. كنتم أنتم راهو الزوز في الآخر فاهمين ولو أنكم تشنجتوا قد شوية. انه راهو التعذيب بالحق جريمه لا تبرر، لكن جريمه التعذيب خلينا نقفوا في جريمه التعذيب صح، قطع النظر على الافكار، انا راهو علاش ما نحبش ندخل في التفاصيل هذيك، انا نختلف معك فكريا، لكن الزوز رانا كنا ضحيه الافه هذيك، وهذا الشيء اللي يجمع العباد، وهذا اللي حابين نتحدث عليه في المشروع. التعذيب هو جريمه لا تبرر، انا فقط باش نعطي تحقيق صغير على النساء توا، بالنسبه لي هذاك هو الواقع. راهو ايجابي. ايجابي. لازم نخسروا له. ماشي. بإيجابية بإيجابية من إنه راه كل واحد معدي بالشيء اللي عنده وبخلفية. إيجابي من إنه تم التعبير عليه. بقى الجانب اللي هو ربما ماهوش ياسر مستحب وإنه ولا تم معناها عادي راهو اكيد انه انت وياه مش باش تكونوا عندكم نفس الراي على نفس الشخص وما نتعاملوش معاه على اساس هو استفزاز مبطن هذا اللي كنا نحكي فيه مش بالضروره هو وجهه نظر نقولوها في شكل فلكه في شكل جدي مش اشكال احنا الهدف نتاعنا اليوم انه اذا ما نجحناش تو
موجودين كل ان نتوحدوا حول القضيه التعذيب. رانا نحبوكم تبقوا مختلفين، مش خاطر نحبوا الفرقه، ليه خاطر احنا نؤمنوا بالتنوع انه الناس تكون مختلفه، اما نحبوكمش تكونوا مختلفين على القضيه. اذا انتوما اللي تعرفوا ايش معناه، انا ما نعرفش معناه، ان شاء الله ما نعرفش، ما تعرفوش. اذا انتوما اللي تعرفوا ايش معناه ما نجمتوش تطوقوا بعضكم مده يومين حول هذا الموضوع، نحن رانا نعتبر انفسنا فشلنا في هذا المشروع. ماذا بيا؟ ماذا بيا سي محمد؟ يعطيك الصحة. ماذا بيا؟ بعد الكلمة هذه سامحوني بضرب الكلمة، مش نعطيهم الكلمة، بعد هذه نحن نتعدى للنشاط الموالي، ما نعاودش نحكي في الموضوع. يعطيك الصحة. ممكن باش نسمعوا تجارب أخرين وحاجة أخرين، راهو هذا الواحد باش ينجم يمسحك الجرح، معناها هذا هو المسحان، هذا هو العلاج، انه الواحد يحاول يعبر عن اللي يعيش فيه، خاطر يخليه مخبي راهو باش يتعب بيه، معناها ما تنسى منه، تحاول تنسى مش باش تنسى مش تتعب، حاول نخرجه. زوجي تعذبت اكثر ما يمكن، هذه الحاجه الاخرى اللي ما ذكرتهاش، الناس كل غلطه لا مش خاطر بما كان خويا واخواتي ما يزارونيش، كان سنين خويا اللي مات بعدي انا ما زارنيش، لانه كانوا متعرضوا لغلط كبير برشا. زوجتي في حد ذاتها واولادي ما كانوش يقبلهم خويا واخوتي والعائله والفاميلا والكل، كانوا قاطعين من تحت ضغط نتاع البوليس اللي كانت تعطيهم. يعني كي جت زوجتي اول مره للسجن يقول يا السجن ولي جنه ويا ظلمه ولي نور، طيف الحبايب جانا في حزن نسانا، يا قلب شوف النور، يا حب اهلا وسهلا يا حب اهلا وبيك، كي جيت وتلاقينا وتشبوا عينينا، شربنا الهواء وروينا وسال الغرام هو حسيت مهما قالوا وتهامسوا وتخالوا، لا نجموا لا طالوا في القلب يطفو النور، حنا حبنا وهوانا يحيا يعيش معانا، بالصدق والامانه تصير الصحاري ظهور، يا سجن ولي جنه ويا ظلمه ولي نور. انا في شخصي راني نبقى ديما متفائل بانه القادم راهو مش يكون اكثر ثوريه، والواقع الواقع اليوم يؤشر انه راهو الانفجار الاجتماعي في اي وقت. نسيتكم يا ناس زمان، ضحكت الريح على الدايا، ما يغلب وقتك انسان، يا دنيا قديش نسايا، لا يغرك يا عبد المال، لا يغرك الزين في مرايا، ما تقول ايش راني سلطان، كل حكاية ليها نهاية، بلدان وتواريخ لابس كيس الريح، لحد رايو صحيح والشعب حكي مرايا. Thank you.